نسجد ونركع لملكنا وإلهنا. هلموا لنسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. هلموا لنسجد ونركع للمسيح، هذا هو ملكنا وربنا وإلهنا. ليستجب لك الرب في يوم الضيق، لينصرك إله يعقوب، ليرسل لك عونا من القدس ويعضدك من صيون، ليذكر جميع ذبائحك ويستثمن محرقاتك، ليعطيك الرب على حسب قلبك وليتمم كل مشورة لنبتهج بخلاصك ونتعظم باسم الرب إلهنا. ليتمم الرب كل سؤال لك الآن. علمت أن الرب خلص مسيحه، يستجيب من سماء قدسه بأعمال قدرة يكون خلاص بالمركبات، وهؤلاء بالخيل، أما نحن فإنما ندعو باسم الرب لا وسقطوا، ونحن قمنا ونهضنا يا واستجب لنا
ندعوك
Yeah.
Oh.
إن الخالق
فزعا جديدا مقدسا
كما يذوب الشمع من قدام وجه النار هلم من المنظر أيتها النسوة البشيرة وخطبنا سيونا قائلات اقبلي منا بشيرة بقيامة المسيح يا أورشليم اضربي بحبور وتهللي بسرور لمشاهدتك المسيح ملكك بارزا من كذلك تهلك الخطاة من أمام وجه الله والصديقون يفرحون ويتهللون أمام وجه الله ويتنعمون بالسرور إن النسوة الحاملات الطيب لما انتصبنا في درجة عميقة بإزاء ضريح المعطي الحياة صادفنا ملاكا جالسا على الحجر فطفق يخاطبهن قائلا لهن هكذا ما بالكن تطلبن الحي مع الموتى لماذا تندبن في البلا المنزهة عن البلا اذهبن وبشرنا لنفرح ونتهلل به إن فصحنا الذي هو فصح الرب قد أطلع لنا فصحا مضربا فصحا جليل الاعتبار فصحا نصافح فيا له من فصح منقذ من الحزن وذلك لأن المسيح إلهنا قد بزغ اليوم من القاف كالبازغ من الخيل وأوعب النسوة فرحا بقوله بشرنا الرسل بذلك.
ليقم الله ويتبدد جميع أعدائه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه. إن فصحنا المسيح المنقذ قد اتضح لنا اليوم فصحا شريفا فصحا جديدا مقدسا فتحا سريا فتحا جليل الوقار فتحا بريئا من العين فتحا عظيما فتحا للمؤمنين فتحا فاتحا لنا أبواب الفردوس فتحا مقدسا جميع المؤمنين. كما يباد الدخان يبادون وكما يذوب الشمع من قدام وجه النار هلم من المنظر أيتها النسوة البشيرة وخطيبنا سيونا قائلات اقبلي منا بشائر الفرح بقيامة المسيح يا أورشليم اضربي بحبور وتهللي بسرور لمشاهدتك المسيح ملكك بارزا من القبر كخاتم. كذلك تهلك الخطاه من امام وجه الله والصديقون يفرحون ويتهللون أمام وجه الله ويتنعمون بالسرور. إن النسوة الحاملة الطين لما انتصبنا في درجة عميقة بإزاء ضريح المعطي الحياة صادفنا ملاكا جالسا على الحجر فطفق يخاطبهن قائلا لهن هكذا ما بالكن تطلبن
من فسح منقذ من الحزن وذاك